قلت لك يا استاذ جهاد انا مواطن عربي، اختار لي دولة عربية اعيش فيها سعيد، تختار ايه؟ بختار تشتغل، بختار الكويت. لولا الكويت. الكويت، الكويت احسن وضع عربي اطلاقا، احسن وضع عربي، مع انه فيها جزء من الكويتيين نكدين، هذول المعارضين يعني بفتشوا على الاسباب النكد يمكن لرد العين على طيب. الكويت صدام حسين راح، حدودهم غير مهدده، عندهم نخل نفطي عالي، وعندهم مساحه حريه واسعه جدا، عندهم دستور، اول دستور بالخليج من 62، مساحه ديمقراطيه كبيره عنده. نعم، وكل يوم بتلاقي فيها دول المعارضين اي مهامتهم على شو يا جماعه. بس قل لي انه اللي مضايقك